السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحلى وأجمل وأرقى التحيات نقدمها لكل من يشاهدنا الآن عبر فضائية العراق التربوية. حلقتنا من برنامج كومنت فيها. وزارة التربية العراقية نظمت التعليم عن بعد في هذا العام الدراسي، وطبعا هذا جاء نتيجة لاجتماع لهيئة الرأي في الوزارة. من أبرز القرارات اللي تخص خطة التعليم عن بعد هو تنفيذ قرارات لجنة الفريق الوزاري، طبعاً من ضمنها هي أيام الدوام الحضوري والإلكتروني وكذلك جدول الإلكتروني، إضافة إلى إلزام المديريات العامة للتربية بهاي التعليمات ومتابعة تنفيذ خطة التعليم عن بعد من قبل وحدات التعليم في المديريات العامة للتربية. يا ترى ما هو دور التلفزيون التربوي بهاي العملية؟ وهل تمت انسيابية هاي الخطة بالشكل المطلوب؟ طبعاً الطالب هل كان مستفيد منها؟ وهل هي بمصلحة الطالب؟ هاي الاستفسارات وغيرها راح نتعرف اليوم عليها في حلقة كومنت لهذا اليوم، لكن بعد أن نشاهد سوية هذا الاستطلاع. خليكم ويانا. سلمتوها عن طريق التليجرام من المدرسات، هي مدزونا هي واحنا نحلها. والله بالنسبه يعني على النظام، على النظام القديم احسن. هذا النظام يعني الاربع ايام ويومين الكتروني جدا يعني افضل من النظام القديم. يعني بالالكتروني يخفف الضغط، يعني ايام الدوام يعني افضل من النظام القديم. والله يعني هي أسئلة جدا مفيدة بالنسبة يعني بالأخص إن إحنا نسبة يعني لأن إحنا من مرحلة منتهية، فإيش قد نأخذ أسئلة إيش قد راح إحنا نستفاد ونتعلم. وهي الأسئلة تصلنا يعني من جروب خاص بينا لكل مرحلة، تنزلها مثلا المدرسة الخاصة بالمادة وترجع إحنا نحلها ونرجع بالمدرسة هي تحل لنا هي ونصحح أجوبتنا إذا خطأ. التعليم عن بعد هو خطوة جيدة بالنسبة للطلاب وبالنسبة أيضا للكوادر التدريسية، يعني بالإضافة للشرح داخل الصف نطيق نضيف أشياء كثيرة يعني ونتواصل مع الطالبات. يعني بالنسبة للأسئلة الوزارية اللي جتنا إحنا نطعيها للطالبات ونطعيهم فترة خلال الدرس الإلكتروني، نطعيهم يعني ساعة مثلا تقعد الطالبة تختبر نفسها بالحل وتبعث لنا هو ونطلع على الحل، وإذا عنده سؤال عنده استفسار إحنا نقدر نتناقش بالجواب مال كل سؤال. نستلم الأسئلة ونعرضها على الطالبات ويختبرون هي محلوها وبعدين نتناقش بالحل. الحل النموذجي أيضا حتى المدرس يطلع علينا والطالب كذلك، وإذا عنده إضافات عنده شغلات يتوسع بالمادة. هاي الاختبارات تساعدنا بالوزاري حتى نعرف أخطائنا إذا كانت صح أم خطأ، أسئلتنا والأجوبة إذا كان صح أم خطأ. خطة التعليم عن بعد هي زيادة المعلومات بالنسبة للطالب وزيادة التفاعل وبين المدرس وبين الطالبة، يعني الطالبة من ترجع على البيت حتى تتنشط المعلومات راح يكون هناك اتصال بينه وبين المدرسة في إيجاد الحلول ومناقشة التمارين الصادرة من التلفزيون التربوي. نستلم الروابط من التلفزيون التربوي بدوري أنشرها للمدرسات، والمدرسات يقومون ينشروها للطالبات مع مناقشة الحلول. يعني جدول رائع نقدر يعني نكمل به معلوماتنا الناقصة، وكذلك يعني يخف علينا الضغط من الدراسة. يومين إلكتروني وأربعة حضوري يعني شيء ممتاز، كذلك يعني المدرسة ما تخلي يعني قصرة بالإلكتروني، يعطونا واجبات ويرجعون حلولنا يعني يدزونا حلولها، وإذا شغلة ما فاهميها يرجعون يعني يعطونا حلها بالمدرسة يفهمونها هي، لأن هاي الاختبارات يعني تساعد الطالب أنه يعتمد على نفسه وأنه يعني تزيد ذكاء الطالب، وكذلك يعني تخليه يحس بالمسؤولية، الشيء أكيد تفيد الطلاب يعني وتكمل نقص معلوماتهم خاصة إحنا مراحل منتهية ويعني عبور يعني
صاعدنا نقص كثير بالمعلومات لين عبور، فشي اكيد يعني هاي الشغلات راح تفيدنا وتزيد معلوماتنا وخبرتنا يعني بالدراسه. التلفزيون التربوي باساتذه متميزين ينطون يعني روابط محاضرات يعني بشرح جيد وجوده جيده، وكذلك يعني يوصلون المعلومه باسهل طريقه للطالب. لإيضاح هذا الموضوع أكثر نلتقي الآن مع ضيف حلقتنا الأول في هذا اليوم من برنامج كومنت، وهو مسؤول وحدة التعليم عن بعد في المديرية العامة للتربية في محافظة نينوى أستاذ سلوان صالح. السلام عليكم أستاذ سلوان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير. شكرا لكم على هذه الاستضافة. ربي يحفظكم. شكرا جزيلا لكم لإتاحة الفرصة للتحدث حول واقع التعليم والتعليم عن بعد بصورة خاصة في محافظة نينوى. طيب، أهلا وسهلا بك أستاذ سلوان مرة أخرى. بداية حول التعليم عن بعد والمديريات العامة للتربية وخاصة مديرية عام تربية نينوى، ما هو تعليقكم عن التعليم عن بعد وكيف تتابعون هذه المسألة في وحدة التعليم عن بعد؟ نعم، طبعا التعليم عن بعد لهذا العام يعني صار اختلاف بطفرة نوعية تختلف عن العام السابق. نعم. اللي تحقق بهذه السنة من بدايتها هي وجود خطة صادرة من وزارة التربية لكل المديريات. هاي الخطة بها نقاط ومهام وضحت المهام الملقاة على كل مديرية وكل مدير مدرسة وكل معلم، و يعني انه بهذه السنه هناك حلقات، هاي الحلقات تواصلت فيما بينها. عندنا الحلقه الاساسيه والرئيسيه هي مديريه التلفزيون التربوي تقوم بانتاج الدروس، يتم ايصال هذه الدروس من خلال شعبه التعليم عن بعد في التلفزيون لنا كوحدات في المديريات. بدورنا نوصلها لكل ادارات المدارس الحكوميه والاهليه بكافه المراحل. يعني وضحنا مهام مدير المدرسة من خلال الاجتماعات اللي عقدناها مع قسم منهم، وإن شاء الله هناك اجتماعات أخرى كذلك من خلال وسائل الإعلام والإعلام التربوي اللي كان له دور في يعني توضيح النقاط المهمة والأساسية الملقاة على عاتق المدير المدرسة ودور الطالب ودور ولي الأمر. فإحنا دائما نشدد ونقول أنه هي عملية متكاملة بها عدة حلقات، لابد أن يكون هذه الحلقات هي متواصلة فيما بينها. نعم. لتحقيق الهدف وهو إيصال المادة العلمية لتلاميذنا وطلبتنا الأعزاء من خلال التعليم عن بعد. نعم، التلفزيون التربوي يبعث أسبوعياً روابط خاصة بتمارين لكل المراحل الدراسية وكل المواد، طبعا هذه أعدت عن طريق اللجان العلمية المتواجدة في التلفزيون التربوي. يا ترى ما هي استجابة مدراء المدارس لهذه الروابط وكيف تتعاملون مع إيصالها وتلقيها؟ نعم، طبعا كوحدة التعليم عن بعد في نينوى عندنا تواصل، يعني أول خطوة هي بدينا بها أنه البدء بالتواصل مع المدارس، بعدين طورناها إلى تعزيز التواصل، بعدين إدامة التواصل واستمرار التواصل ما بيننا كوحدة وبين مدراء المدارس جميعا. نظمنا مجاميع خاصة تضم هاي المجاميع مدراء المدارس الابتدائية والثانوية كافة، يكون يعني الهدف الأساسي هو التواصل اليومي المستمر. هذا الإنجاز الحمد لله تحقق أنه تواصلنا، يعني من خلال هذا التواصل أنه صار الاستهداف أو إيصال المعلومة بصورة أسهل. شنو اللي صار في هذا الموضوع؟ هو أنه مدير المدرسة المعلومة أو الهدف أو الغرض المراد من قبل الوزارة ومديرية التلفزيون التربوي صار يعني تسهيل بعملية إيصال المعلومة لهم والمهمة الملقاة على عاتقهم. بعد ما نظمنا هاي المجاميع ويعني يتم هذه التبليغات والدروس المرسلة من قبل وزارة التربية إضافة إلى الواجبات، يتم الواجبات يعني اعتبرناها كأنما يتم بريد بين المديرية المتمثلة بوحدة التعليم عن بعد بشكل مباشر مع مدير المدرسة، نرسل لهم الواجبات، شرحنا هذه الواجبات،
انه هذه الواجبات تعطى في يوم الجدول الالكتروني لكل مرحله، وتقوم اداره المدرسه باستلامها وتوزيعها على ملاك المدرسه، ومن خلال المجاميع او التطبيقات اللي تتم بين المعلم الاختصاص لكل ماده مع طلابه وتلاميذه يتم في اليوم الالكتروني يعني ارسال هذه الواجبات واستقبال الاجابه من قبل الطلبه. نعم استاذ سلوان، اذا الروابط اللي خاصه بالتمارين ترسل حسب الجدول الالكتروني عندما تصل من التلفزيون التربوي لجنابكم، تقومون بابعاثها لمن؟ للمدراء المدارس او المدارس المتواجده في المديريه. طيب يعني هذه الايام اللي موجوده يعني كم يوم حتى يصدر الحل، شنو الاجراءات اللي موجوده في المدارس او توجيهكم شنو الها؟ ست، هو التوجيه هو احنا يعني التمارين هي ترسل قبل بدء الاسبوع، يعني مثلا يوم التمارين اللي يبدا الاسبوع يوم 4 وينتهي يوم 9، تم ارسال هم التمارين بيوم 2/12. بهاي الفتره انه اداره المدرسه تنظم عملها، تنظم يعني بين مدير المدرسه وبين الملاك من معلمين او مدرسين، انه يوزع الماده لكل مدرس حسب اختصاصه كرياضيات وفيزياء وكيمياء وانجليزي وغيرها، وهو يقوم بالمدرس انه يقوم بالتواصل وادامه التواصل والشرح ما بين الطالب والاستاذ، ويكون انه مدير المدرسه يتابع عملية إيصال الدروس داخل المدرسة. بدورنا إحنا كوحدات متابعين الموضوع سواء عن طريق الزيارات أو عن طريق الاتصال الهاتفي أو الوسائل التواصل الأخرى في كل مدارسنا محافظة نينوى، وإضافة إلى مدارس ممثلية وزارة التربية في ضواف النازحين اللي هي تعتبر إداريا تابعة لتربية نينوى. نعم طيب أنا بس حبيت يعني أحب أوضح مسألة للمتابعين، يعني إحنا عندنا الروابط لهذه التمارين توصل تقريبا في وسط الأسبوع، يومين أو ثلاثة أيام توصل الحلول، يعني بعد ما تتهيأ هذه الحلول في التلفزيون التربوي تبعث، هاي الثلاث أربعة أيام يا ترى الطلاب شلون يتعاملون مع هذه التمارين؟ هل يتابعوها؟ هل يحلوها؟ هل يحلوها ويقارنون الحل في المدارس مع التلفزيون التربوي؟ من خلال متابعتكم شنو اللي قاعد يصير؟ بالأسبوع الأول لهذه التمارين طبعاً يعني استبشرنا خير. نعم. انه هو هذه التمارين الحمد لله كانت استجابه كبيره من قبل المدارس، يعني هاي كانت بعد التعبئه والتواصل المستفيض خلال الفتره السابقه والتهيئ والاعداد ومن خلال التوعيه، يعني نسميها انه سبقتها حمله توعيه واسعه. نعم. لهذا المجال استهدفت المدارس واولياء الامور والطلبه، فيعني من خلال هاي التوعيه انه قدرنا بالاسبوع الاول نحقق انه وصول كبير، وكان التفاعل بنسبه كبيره جدا. يعني تفاعل يعني حلول، يعني الطلاب يحلوها تقصدون تفاعل؟ نعم نعم. أنا. يعني التفاعل انه داخل المجاميع لكل مدرسه. نعم. بالمواد انه المدرس حين يرسل الماده او الاختبارات للطلبه ويطلب من الطلبه انه يردون الحلول خلال وقت محدد، فكانت استجابة وتفاعل كبير، يعني وردتنا آلافات من خلال يعني بريد الوحدة اللي يمنا، وطلبنا من إدارة المدارس تزويدنا بنماذج من هذه الوحدات صراحة، يعني خلال وقت قياسي إنه ما يتجاوز الساعة وردنا آلافات الإجابات والحلول من قبل تلاميذنا وطلبتنا لكافة المراحل، يعني صراحة شيء مفرح. يعني من نشوف نعم. طيب مدرسة العفو استاذ سلوان، طيب وعندما تأتي الحلول كبرنامج من قبل التلفزيون التربوي، هل الطالب يتابعها يشوف حله، يشوف حله صح لو لا، المدرس يعني يحث على 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 متابعة هذه الحلول؟ نعم طبعا وجهنا بتوجيه رسمي على ضرورة متابعة التلفزيون التربوي والحلول التي يقدمها التلفزيون لهذه الاختبارات. تم إعمام الترددات الخاصة ووضعها في ملصقات على لوحات المدارس، كذلك في الجروبات والمواقع الخاصة بكل مدرسة لزيادة يعني التوعية. نعم. هذا المجال انه وكذلك احنا يعني صراحة فرحنا من استمعنا للطلبة انه شنو قالوا؟ قالوا انه احنا
نحاول بالحل، سواء حلينا هاي الحل بصوره صحيحه فاحنا تعززت الثقه بنفسنا، واذا كانت الاجابه بها اخطاء فراح ترجع عنا المعلومه يعني مرتين المعلومه الصحيحه، انه استفادينا من الخطا، المدرس نفسه راح يراجع لنا وينطينا الحل، اضافه الى الشرح بالتلفزيون التربوي يعني راح تكون هناك تعبئه بالمعلومات، تعويض ورفض وغزاره بالمعلومات، تعزيز التعليم ما بين الايام الحضوريه واليومان الالكتروني، اضافه الى اعتماد والدرجه الاساس من هذا الشيء انه الطالب هنا شعر بالمسؤوليه، يعني وولي الامر صارت عليه مسؤوليه انه متابعه الطالب والمسؤوليه الملقاه على الطالب انه يشعر بهاي المسؤوليه كانما هو اختبار يختبر نفسه زياده للمعلومات، نعم زياده للمعلومات. نعم زياده يعني الهدف الاساسي اللي وضحناه انه هناك غزاره راح تصير بالمعلومات وتعويض عن المعلومات اللي فقدها الطالب نتيجه جائحه كورونا، فان شاء الله يعني تكون الحلول ان شاء الله جيده. وبالختام اقدم الشكر لكم كتلفزيون تربوي، كل الشكر والتقدير والاحترام على جهودكم الكبيره. بس هنا اوضح مساله اخيره انه إن احنا وضحنا انه هناك حلقات متعلقه بهذه العمليه، هي عمليه ليست سهله متمثله بالتلفزيون التربوي وبين المديريات العامه والتعليم عن بعد في كل مديريه ما بين المدرسه والطالب وولي الامر، يعني شددنا انه تكون هاي الحلقه مترابطه ومتواصله لتحقيق الهدف وهو ايصال المعلومه عن طريق التعليم عن بعد للتلاميذ والطلبه. إذن الأستاذ سلوان صالح مسؤول التعليم عن بعد في المديرية العامة لتربية نينوى، شكرا جزيلا لكم وكنتم ضيف مميز جدا في برنامج كومنت. شكرا جزيلا. إذن أحبتي المشاهدين نذهب الآن إلى فاصل وبعده نعود إليكم مرة أخرى. أهلا وسهلا بكم أحبتي المشاهدين مرة أخرى، والضيف الثاني في برنامج كومنت وهي الطالبة زينب علي من المديرية العامة لتربية نينوى، وهي طالبة في مرحلة السادس الإعدادي. أهلا وسهلا بك زينب. أهلا بك زينب. أنت بسادس إعدادي أحيائي لو تطبيقي؟ أحيائي. أحيائي أحسنتي. زينب أنا أريد اليوم أسألك بأنه إحنا عندنا دوام حضوري 4 أيام وإلكتروني يومياً، بما أنه أنت مرحلة سادس إعدادي هل هذه المسألة مفيدة إليك كافية أو لا؟ أكيد أكيد تصب في فائدتي، هذاك السنة اللي فاتت كنا نداوم يوم واحد بالأسبوع، ف يعني ما نلحق أنه مثلاً نتواصل مع المدرس يطرح المدرس المادة بشكل كافي، فأكيد 4 أيام يعني فرق كبير عن هذيك السنة اللي فاتت، يعني يوم واحد أبد ما كافي إنه يعني المدرس يعني يلقي المادة، نتفاعل مع المادة، نمتحن، نجاوب، نسأل، ف4 أيام ويومين إلكتروني كافي. طيب اليومين الإلكترونية هل هي أيضا مفيدة لكم؟ أي مفيدة. نعم. يعني مفيدة من ناحية إنه مثلا المدرسة بعد ما تشرح المادة تنزل لنا أسئلة نجاوب عليها نتفاعل معاها، فأكيد مفيدة. طيب زينب أكو تمارين أسئلة توصل إلكم من مديرية التلفزيون التربوي تجيكم عن طريق المديرية العامة للتربية، هل هذه التمارين الأسبوعية الأسئلة الأسبوعية بكل المواد قاعد توصلكم على شكل روابط؟ أي نعم. من خلال يعني المدرسة عملت كل مرحلة جروب خاص على التلي، يعني أكيد المديرة تحولها للمدرسات والمدرسات ينزلون الأسئلة على الجروب ويعطونا وقت نحل ونرجع عند السلم الأجوبة، نجي ثاني يوم بالمدرسة من خلال يعني هي المدرسة مثلا عندنا أم الإنجليزي أعطت يعني كل طالبة تصلح للخ وبعدين رجعت هي محلت الأجوبة. نعم. طيب نعم. إذن الأسئلة توصلكم بعدين تبدون تتباحثون بيناتكم حول هذه الأسئلة في الصف؟ لا نحلها بالبيت ونرجع ثاني يوم بالمدرسة
نحلها المدرسة تحلنا هي. ها نعم، طيب زين. بعدها التلفزيون التربوي يقوم بإرسال الحلول لهذه الأسئلة. طيب شلون شو تسوون بالحلول من تشوفوها وانتوا ايضا حاليها بالبيت وتابعتوها بالمدرسة، شو تسوون بعدين وراها؟ يعني من تشوفون هذه الحلول شو تسوون؟ نقارن الأجوبة مع المدرس اللي يطرح الأجوبة، فإذا كانت أجوبتنا صحيحة فإحنا راح تتعزز ثقتنا بنفسنا، وإذا كانت الأجوبة خاطئة راح نستفاد منها حتى لا نقع بالخطأ. طيب تحسون هاي المسألة مهمة لكم وانتوا مرحلة سادس إعدادي؟ ايه اكيد جدا مهمه بالنسبه لنا احنا. نعم. يعني كثره الاسئله فينا بالاخص احنا ما يعني هاي السنين السابقه كلها يعني عبرنا من مرحله على مرحله. نعم. فكل ماده جوات بيها يعني عندنا يعني كل ماده عندنا اسئله يعني مثلا كيمياء فيزياء يعني ما ماخذين الماده ككل، فمن خلال هذه الاسئله ان شاء الله نطيق نغطي الماده ونضبطها. طيب يعني زينب هذه وجهه نظرك انت وحدك لو وجهه نظر زميلاتك ايضا؟ لا وجهة نظري وجهة زميلاتي معايا، يعني أكيد هي الأسئلة وزارية ومنهجية اللي يعني عاد تنزل لنا من خلال التلفزيون التربوي، فأكيد إحنا راح نستفاد منها. طيب أنت تابعين الدروس الموجودة بالتلفزيون التربوي؟ حسب يعني حاجتي مثلا لكل مادة، فيعني مثلا أنت بالكيمياء مثلا شيء ما أفهمه أتابع، يعني حسب المادة؟ نعم. طيب أي مادة تحسيها أكثر محتاجة أنه تشوفيها على طول ومحتاجة تفهميها أكثر يا مادة؟ والله يعني أنا بالنسبة لي هذه ثاني سنة أعيد، يعني يعني أنا يعني أحكي عن الطلاب اللي جديدين هذه السنة، فأكيد نعم. كل المواد يحتاجوها، كل مواد علمية رياضيات كيمياء فيزياء وبالأخص العربي، فأكيد كل المواد يعني تكون مفيدة لهم. نعم زين، يعني قلتي كلها مفيدة بس ما قلتي لي يا هي تتابعيها أكثر بالتلفزيون التربوي، أكثر مادة تتابعيها؟ رياضيات وفيزياء. نعم، تحسيها أنها وافية بالنسبة إليك كشرح؟ أحسنتي، وافية. نعم زين، زينب شو تحبين تقولين للطلبة لزميلاتك وللطالبات أو الطلبة والطالبات المتواجدين ويتابعوك الآن حالياً في برنامج كومنت، شو تحبين تقولي لهم بهذا العام؟ احنا كل ضيف عندنا في برنامج كومنت نعطيه فرصه انه اذا عنده شيء يحب يقوله يوجه كلام لشخصيه معينه او لفئه معينه، شو تحبين تقولين؟ والله انه هذه احنا كمرحله انه مرحله منتهيه في صف سادس، لازم نتعب ونقدم كل اللي عندنا في سبيل يعني نبني مستقبلنا ونفرح اهالينا من خلال تعبنا، فيعني خلي نتعب هذه السنة حتى نبني مستقبلنا، ولعل وعسى إنه العراق ينهض بينا. شكرا زينب. يعني إنه يتابعون ويدرسون ويحضرون واجباتهم من خلال الواجبات اللي عاد تنزل، فلأن هذه الواجبات مفيدة لنا أكيد، يعني مفيدة إنه مثلا إذا راح نجاوبها أو نخطأ بيها حتى لا نقع بنفس الخطأ إذن زينب علي الطالبة في السادس الإعدادي من المديرية العامة لتربية نينوى، شكرا جزيلا، كنت ضيفة عزيزة في برنامج كومنت، شكرا جزيلا إليك. بختام لقائنا مع زينب علي وصلنا معكم الآن إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج كومنت، على أمل أن نلقاكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل وحلقة تربوية جديدة من برنامج كومنت. لكم مني أحلى التحيات ومن فريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.